بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدا وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه أخجل قمرا وفرقدا ألا هو الذي توسل به آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لهبها مخمدا ورأت أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام بألف عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فأهبطني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل ينقلني ربي من الأصلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على سفاح قط اللهم صل وسلم وبارك عليه أنت تطلع بيننا في كواكبك البدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطري والحبيب العربي أنت أم أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطري والحبيب العربي أنت من جينا ودا من شفاعتك صفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطري والحبيب العربي ارتكبت على الخطا غير حصر وغدات لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال
العربي والحبيب العربي. الصلاة على النبي والسلام على رسول السفي الأبطال والهادي بالعربي. الصلاة على النبي والسلام على رسول السفي الأبطال والحبيب العربي. إننا نرجو إلى كأس حولك للعطش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال والحبيب العربي. الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقة واهلنا إلا يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال والحبيب العربي. الصلاة على النبي كل وقت دائما لها نجم في السماء سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال والحبيب العربي. وكعب الأحبار رضي الله عنه لما أراد الله تعالى إظهار النور المخزون وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها أطهر فتاة في العرب فذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب أمر رضوان عليه السلام. ففتح أبواب الجنان وتزينت الحور والبلدان ودقت بشائر الأفراح وزهرت كواكب الصباح ونادى مناد في السماء والأرض ألا إن النور المكنون منه سيد البشر في بطن آمنة رضي الله عنها قد استقر. ولما انتقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها اهتز العرش ضربا واستبشارا وزاد الكرسي هيبة وبقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا واستغفارا فأصبحت آمنة رضي الله عنها. تلك الليلة والأنوار تلوح في جبهتها المؤتمنة وأمنت به من المخاوف الكامنة وظهرت لانتقال نوره الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات. ولما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الهنا بشرت في شعبان بنيل المنى وقيل لها في رمضان لقد هملت بالمطهر من الدنس والخنا. وسمعت الملائكة في شوال يبشرونها بالظفر بغاية المنى برأة الخليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة وهو يقول لها أبشري بصاحب الأنوار والبقار والسنا. وآتاها في ذي الحجة موسى الكليم عليه السلام وأعلمها برتبة محمد صلى الله عليه وسلم وجاهه الأسنى وناداها في محرم جبريل عليه السلام.
بأن وقت ولادتها قد دنا واصطفت الملائكة منزلها في سفر فعلمت أن موعد السرور قد قرب بدنا فلما حل ربيع الأول أضاءت الأرض والسماء وأشرقت البيت والصفا ثم لما جاء وقت البلادة وخرج منشور السعادة وجد بآمنة رضي الله عنها أمر الولادة فحان بروز الشمس السعادة طلألأ الحق نوره وأضاء ونشرت له في الكون أعلام الرضا وإذا بطائر النبي لقد سقط من الحوى فمر بجناحيه على بطن آمنة رضي الله عنها مسرعا فضربها المخاض ليلة الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وولدت صبيحتها النبي الثقلين صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين. يا ربي صل على النبي محمد منذ الخلائق من جهنم في غدي. يا ربي صل على النبي محمد منذ الخلائق من جهنم في غدي. ولد الحبيب سيد المتعبد والنور من وجناته يتوقد. يا ربي صل على النبي محمد منذ الخلائق من جهنم في غدي. جبريل نادى في منصات حسنه هذا مليح الكون هذا أحمد. يا ربي صل على النبي محمد منذ الخلائق من جهنم في غدي. هذاك حيل الطرف هذا المصطفى هذا جزيل الوصف في هذا السيد. يا ربي صل على النبي محمد منذ الخلائق من جهنم في غدي. هذا جميل النعت هذا المرتضى هذا مليح الوجه هذا الأوحد. يا ربي صل على النبي محمد منذ الخلائق من جهنم في غدي. يا ربي صل على النبي محمد منذ الخلائق من جهنم في غدي. يا ربي صل على النبي محمد منذ الخلائق من جهنم في غدي. هذا الذي خلقت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يجد. يا
يا ربي صل على النبي محمد وانجل الخلائق من جهنم في وردي. قالت ملائكة السماء بأسرين ولد الحبيب ومثله لا يولد. يا ربي صل على النبي محمد منجل خلائق من جهنم في غدي. بشرى لأمتي برؤية وجهه هذا هو الجاه العظيم الأزياد. يا ربي صل على النبي محمد منزل خلائق من جهنم في غدي. ولدته مخذولا ومكهولا كما قد جاء في الخبر الصحيح المسند. يا ربي صل على النبي محمد انزل خلائق من جهنم في غدي. آمنة رأت حين ولعته صلى الله عليه وسلم نورا أضاء له قصور بصرى من أرض الشام. وروي أن آمنة رضي الله عنها قالت لما ولعته ما مددت عيني لأنظر ولدي فلم أره ثم وجدته في المخدع فهو مكحول مدهون مختون ملفوف بثوب من الصوف الأبيض ألين من الحرير يفوح الطيب من جنابه. فجعلت أنظر إليه وإذا منادي ينادي أخفوه عن أعين الناس. قالت فما كان غيبته وحضوره إلا كلمح البصر. ولما كنت متحيرة من ذلك إذا بثلاثة نفر قد دخلوا علي كأن وجوههم أقمار وفي يدي أخذهم إبريق من الفضة ومع الآخر طشت من الزبرجة الأخضر وفي يد ثالث بريرة بيضاء مطوية فنشرها فإذا هي خاتم يحير أعين الناظرين. من شدة نوره حمل بني وناوله لصاحب الطشت وأنا أنظر إليه فغسله من ذلك الماء الذي في الإبريق سبع مرات ثم قال لصاحبه اختم بين كتفيه بخاتم النبوة وهو خاتم النبيين وسيد أهل السماوات والأرض أجمعين. وقيل لما ولد صلى الله عليه وسلم خمدت تلك الليلة نار فارس بعد الضرام ولم تكن خمدت قبل ذلك بألف عام. ارتج إيذان كسرى وسقطت منه 14 شرفة وغالت بحيرة صابت وأصبحت أسلام الدنيا كلها منكوسة ورميت الشياطين من السماء بالشهب الثواقب وانبلج السبه الحق وبطل ما كان يعمله كل كاذب. وروي عن يحيى بن عروة أن نفرا من قريش كانوا عند صنم من أصنامهم قد اتخذوا ذلك اللون
يوم عيد من أيامهم ينحرون فيه الجزور ويأكلون ويشربون وقد عكفوا عليه يخوضون ويلعبون فدخلوا عليه فوجدوه مكتوبا على وجهه فأنكروا عند ذلك عليه وردوه إلى أهله فانقلب انقلاب صاغر فقالوا ذلك ثلاثا وهو لا يستقيم فلما رأوا ذلك أبدوا حزنا وتعلما وأصبح العيد الذي كانوا فيه مأتما فقال عثمان بن الحويرث ما له قد أكثر التنقص إن هذا لأمر حدث وانشد وقلبه يسلى بالنار يعتوه والتسليم وأزكى تهيئه على المصطفى المقتدى خير البريه صلاته والتسليم وأزكى تهيئه على المصطفى المقتدى خير البريه. أن يا صنم العيد الذي صفح له صناديد من وفد بعيد ومن قرب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية تنكست مطلوبا فماذا تقول لنا فمن حزننا قدمت العير بالصحب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المقتدى خير البرية فإن كنت من ذنب أتينا فإننا والتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وإن كنت مغلوبا ونكست صغيرا فما أنت في الأوثان بسيد ربي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار في قيد البرية صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار في خير البرية تردى لمولود أضاءت بنوره جميع في ذات الأرض خوفا من ربي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار في خير البرية وَنَعْرُ جَمِيعًا
قد غامدت له وقد بات عشا والفور سيفي أعظم الكرب صلاة وتسليم وأزكى تغييتي على المصطفى المختار في خير البريتي فيا لقشين ارجعوا أنظلالكم وهبوا إلى الإسلام والمنزل وحبي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار بخير البرياتي. قال ابن إسحاق لما قال اليوم السابع ذبح عنه جده عبد المطلب وقام بأمره كما يجب ودعا قريشا وأطعمهم وأكرمهم فلما أكلوا قالوا يا عبد المطلب ما سميت ابنك قال سميته محمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقالوا قد رغبت عن أسماء آبائك قال أردت أن يحمده من على الأبرار محمدا سموا نبي الهدى وهو أحق الناس بالحمد صلى عليه الله ما أشرقا شمس الضحى في ذلك السرديم. فلما قال وقت ظهور أسراره وإشراق الكون بأنواره فبينما آمنة رضي الله عنها في بيتها وحيدة مستأنسة ببركاته وهي فريدة ولم تشعر إلا وقد أشرق في بيتها النور وعمها الفرح والسرور وأقبلت الملائكة والحور وحف هجرتها أنواع الطيور وهي تسمع لازدحامهم واحتفالهم بقدوم الحبيب همسا وكيف لا وسيد العالمين في بيتها أمسا. وبارك عليه صل رب العالمين على سيد الكونين بالسرج صل رب العالمين على سيد الكونين بالسرج إن بيتا أنت ساكن ليس محتاجا صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج وجهك والله حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج ومريما أنت زائره قد أتاه الله بالفرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج فسما قد كنت بغيته فسما في أرفع الدرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج بذلا في الحب مهجته سامحا بالروح والمهج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج يا كريم الجود راعته فكفيت صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج صل رب العالمين على سيد
حبكم في قلبنا مهون من ضدين الذنب والحرج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. صبكم والله لم يخب لكمال الحسن والبهج. إننا نرجو لشافعنا لصلاح الدين والنهج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. شهر ربيع الأول أدعو الفقراء وأعمل مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي ذلك الذمي: لم تفعل في هذا الشهر دون غيره؟ فقلت: فرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ولد في هذا الشهر فجعل يهزأ به وعز علي ذلك، فوجدت من ذلك أمرا عظيما. فلما نمت في تلك الليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: ما بك؟ فأخبرته بخبري مع الذمي، فقال: لا تحزن، فإنه يأتي إليك غدا وهو مؤمن. قال: فاستيقظت وقد تزايد وجدي وأنا أنتظر إنجاز وعدي، فصحب المدامع قد جرت على خطي، وإذا بالباب يطرق والذمي يقول: افتح. فقد زال صدى قلبي: إن كان الحبيب قد كان عندك فالبارحة قد كان عندي. قال: ففتح له الباب فدخل وهو يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقلت له: ما شأنك؟ قال: رأيت الليلة رجلا حسن الوجه طيب الرائحة عظيم الهيبة أزج الحاجبين سجل الخدين، إذا تكلم فعليه البهاء، وإذا صمت فعليه الوقار، ولو المنطق إذا طلع تقول: هذا البدر المنير، وإذا مشى يفوه منه المسك والعنبر، ما أحسن وجهه وما أطيب رائحته. فأردت أن أقبل يديه، قال: أتقبل يدي وأنت على غير ديني؟ فقلت: من أنت الذي من الله علي بك؟ قال: أنا الذي أرسلت رحمة للعالمين، أنا سيد الأولين والآخرين، أنا محمد خاتم النبيين ورسول رب العالمين. فقلت: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففتح يديه وعانقني، ثم قال: هذه الجنة وذاك القصر لك. فقلت: ما علامة ذلك؟ قال: أن تموت غدا. قال صاحب الحكاية: فبينما هو يحدثني وإذا بالباب يطرق وقائل يقول: إن كنت أنت حظيت يوما باللقاء زال الجفا عنا وقد زال الشقاء،
فقلت له من هؤلاء؟ قال زوجتي وابنتي. قال فدخلا وهما يقولان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهما كيف إيمانكما؟ قال رأيناه كما رأيت رأي عين، وإن كان وعدك بقصر فقد وعدنا بقصرين. قال فمات الرجل في الوقت، وفي الغد ماتت ابنته، وفي اليوم الثالث ماتت زوجته رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. يا ربي صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في علي، منزل الخلائق من جهنم في علي. يا ربي صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في علي، منزل الخلائق من جهنم في علي. أحيا ربي القلب سر المولد، كل الآلام بذكر مولد أحمد. جاءت لمولده الشريف بشائر وخواريق الوعدات ليلة مولدي. يا ربي صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في ولدي، منزل الخلائق من جهنم في ولدي. آياته والمعجزات كثيرة، شهدت بصحتها عقول الحسد. البدر شق بأمره والشمس إذ وربت له ردت بغير تردد. يا ربي صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في عهدي، منزل الخلائق من جهنم في عهدي. البدر شق بأمره والشمس إذ وربت له ردت بغير تردد. والوحش والأشجار أسجدت له، وعليه قد سلمنا بعد تشهد. يا ربي صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في ولي، منزل الخلائق من جهنم في ولي. ومن اليسير سقى ماء طعم جيشه حتى اكتافه يسير ولم ينفدي. وله الوسيلة والفضيلة والعلا، ومقامه المحمود يوم الموعد. يا ربي صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في وادي، منزل الخلائق من جهنم في وادي. صلي على نبي محمد منزل الخلائق من جهنم في ودي. يا ربي صلي على نبي محمد منزل الخلائق من جهنم في ودي. أوصفه
صل على نبي محمد منذ الخلائق بي جهنم في غدي قد هلا بي ما قد علمت من الأذى والظلم والمعفى سديدي فأسعدي يا ربي صل على النبي محمد منذ الخلائق من جهنم في غدي مجلسي محبي لديك وسيلة فامنن علي بفضل جودك أسعدي يا ربي صل على نبي محمد منج الخلائق من جهنم في غدي إني نازلك ونازل لديك يا خير الأنام بكل خير يرتدي يا ربي صل على نبي محمد منج الخلائق من جهنم في غدي فعليك منا كل وقت دائما أزكى الصلاة مع سلامي سرمدي يا ربي صل على نبي محمد منذ الخلائق من جهنم في غدي وعلى صحبتك الكرام جميعهم والتابعين لهم بخير فاجتدي يا ربي صل على نبي محمد منذ الخلائق من جهنم في غدي